أقسم بيئة الله أني سافرت مع ناس بينهم قرابة وما عرفتي بهم يمكن بالسواق جيدة، البقية ذولي ما أعرفهم والله، وسواليف في الطريق وترتيبهم جيد يعني قهوة وشاهي وجايب حافظة هو قال هذا ترى العشاء. وصلنا الطائف وقفنا في السيل، وش المعروف يا جماعة؟ العرف اللي تعارفوا عليه الناس كل المعتمرين واللي رايح المكة الإحرام من السيل وعلى مكة. إذا فيه استراحة وفيه جلسة ما ناصر السيل في الطائف اللي فيه الفنادق وفيه المطاعم، ويصير فيه مشاورة هنريح في الطائف، ننوم في الطائف، نتعشى في الطائف، أمرهم شورى. هذول عدوا الطائف لين السيل، أنا ظنيت أنه بنحرم، والله وقفوا وفرشوا ونزل الحافظ الله يجزاه بالخير، تعشينا قلت بنحرم، أثاري معهم فرش كل واحد فراشة، حولوا فرشهم من السيارة البوكس وفرشهم. أنا ما عرفتي بالسواق يعني هو يعني تقريبا رفيقي هو اللي جايبني. المهم قلت شلون يعني نحرم يا جماعة؟ طيب أنا ما أقدر أنوم ما معي فراش، طيب خلينا نشوف فندق هذا الكمير غطوا. السواق يجامل حاط يدك كذا بينسدح لأنه جزاه الله خير سايق من الرياض. قلت أنا بمشي، قلت خلني أجرب كذا يعني عليهم يقومون يلحقوني، لا ما يصير أبو عمر، وأمشي كذا لأنهم على رصيف متشطرين على الميقات. قلت بمشي، لا لا استرع يا رجال استرع، لا أقول لك أنسدح والله، وأمشي وأمشي وتوجه للي يبيعون الحرامات أبيهم يلحقوني ولا لحقوني. آخر ما كان بيني وبينهم عهد في الرحلة من السيل، ولا سألوا ولا دوروني. لا تسافر مع أشخاص ما تعرفهم، خاصة إذا كان بينهم علاقة، بينهم برنامج، بينهم علاقة قديمة، ضحكوا يضحكون على نكتة قبل سنة كذا، رموز كأنك الأطرش في الزفة، بينهم رموز، بينهم نكتات، بينهم ضحكات، متبرمجين على عشاء، متبرمجين على مطعم، على سندويشت، ما يفطرون مثلا فطور غدا. المهم تبلش